مارق أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. شهد الحاضرون بمهرجان أم عزة لطبوريدة حالة من الخوف والهلع على إثر عاصفة قوية مصحوبة برياح وغبار ضربت المكان. وبحسب فيديوهات وصور منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد أدت الرياح القوية إلى إلغاء الاحتفال بعدما تسببت في تخريب العديد من الخيام، بالإضافة إلى المنصة التي مزقتها بالكامل أمام صرخات الحاضرين. هذا وتسببت العاصفة في إلغاء حفل للفنان الشعبي ود الحوات، وأدت كذلك لانقطاع الكهرباء وتهديم مجموعة من الخيام. شوف 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 شوف